ماذا سيحصل لسحر؟ هل يمان سينسى ماضيه؟ وهل أقبال تحقق أهدافها؟ هل يعترف يمان بحبه لسحر؟ أهلا وسهلا بكم محبي مسلسل الأمانة، أحداث الآن مترجم من مسلسل الأمانة. يمان عندما يرى الرجال جميعهم حول سحر سيشعر بالغيرة الشديد منهم، لأن يمان دائما يفكر بسحر ولا يريد أن يشيلها من عقله وقلبه. يمان يريد أن يعترف بمشاعره لسحر، لذلك سوف يتفاجأ سحر وتقول له عن مشاعرها اتجاهه. يمان بعدما معرف بمرض سحر سوف يعمل المستحيل من أجل أن تشفى، ولا يريد الخسارة. سحر لن تمت وستعيش أجمل أيامها مع يمان. يمان سينسى ماضيه الحزين بفضل سحر، رغم كل الخطط المسيئة من إقبال لكي تفصل بين يمان وسحر، إلا أنها ستفشل. سحر ستعتبر سليم أخلها وستقضي أيامها سعيدة مع يمان. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ودعمنا باللايك لكي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.